وفي بداية جولتنا الإخبارية أكيد نبارك لمنتخبنا السعودي لكرة القدم بفوزه على المنتخب الصيني يوم أمس بالتصفيات الآسيوية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. ويمكن شفنا كلنا تغريدة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل واللي أشاد بدوره وبارك للمنتخب على هذا الانتصار. يا ناس لخبل لعاب فرقان يتفجر غضب، يا ناس الاخضر لا لعاب منصور يا اغلى شعار، يا سعودي افضل منتخب منصور يا اغلى شعار، يا سعودي افضل منتخب، يا ناس الاخضر لا لعاب فرقان يتفجر غضب، يا ناس الاخضر لا لعاب منصور يا اغلى شعار، يا سعودي افضل منتخب منصور يا اغلى شعار، يا سعودي افضل منتخب. يقول لك هذا الأخضر للعب جهزوا كأس الذهب، وألف ألف مبروك لمنتخبنا السعودي. أكيد إحنا فخورين بلعبهم وإنجازاتهم. يمكن أمس شفت من ضمن التعليقات أو من ضمن الصور اللي شفتها في الهاشتاج، صراحة في شيء لفتني وعجبني. أودي تخيلي شفت جمهور المنتخب ماسكين لوح كاتبين تشاينا ميد ان جدة، الصين ميد ان جدة، فحبيت هذا التفاعل. يعني كانت مزحة برزحة، مو كل شيء احنا نستخدمه يمكن في حياتنا مكتوب ميد ان تشاينا، فأمس يمكن كانت تشاينا ميد ان جدة. على العموم ألف مبروك لمنتخبنا، وخلوني أطلع فيكم